يلا نسوي سانسيت بالألوان المائية. أول شي بحط في الورقة كلها ماي. الحين باخذ برتقالي بقص منه هني في اللوحة، بحط تحت أصفر، فوقهم أزرق وبدمج. الحين بفرشاة متينة بسوي كذا عشان تندمج الألوان. باخذ بنفسجي بسوي بغيوم، بحط عليه شوية أزرق. بالأبيض برسم هني شمس. الحين باخذ أسود بسوي هني زرق، برسم هني شجرة. الحين بشيل الشروشن وبرسم أوراق الشجر على برا جدي. شو رأيكم بالنتيجة؟ أحس اللوحة صارت كأنها من فيلم مدغشقر.